نروح وياكم الى التلفون الحديدي الصنديدي الجلمهليدي مكسر الحديد. هذا التلفون، التلفون هذا يعطيك رسالة. شوف الاريل ماله يا كابتن، يعطيك رسالة قوي جدا. 4 منافذ سيم كارد، غير كذي شوف البطارية 10000 ملي امبير. وهني شوف عندك تقدر تشحن تلفونك، يعني مو بس بطارية حقه، تستوي لك باور بانك بعد. حلو، بس مجرد انك تبطل اللصقة هذه عشان تركبها في التلفون. خلونا نستعرض معاكم التلفون وامكانياته، وشو فيه. في اضاءة، وانزين غير الاضاءة موجود فيه اف ام. خلونا الحين اركب التلفون ورا. الحين نستعرض معاكم مواصفات التلفون هذا. مثل ما قلنا لكم تقدر شو اسمه تحط فيه 4 بطايق عندك. هني تقدر تقرا الرسائل، تقدر تشوف الفيديوهات، في بلوتوث، وفي تقدر تحط موسيقى. عندك هني تحت شوف منفذ الشحن، وهني لو تبى تركب سماعه. عندك في الخلف تبى تبطل القطعه هذه انزين عشان تشحن التلفون، مثلا اي تلفون عندك يو اس بي هني تركب الواير وتشحن التلفون الثاني. هني عندك ما شاء الله شوف الفلاش كوته، يا سلام حلو. عندك بعد اف ام، الحين راح اشغل لكم اياه. وبعد اعتقد في كاميرا، لاحظت ان في كاميرا ما شاء الله. هذه اي والله في كاميرا، يا سلام يا سلام. الكاميرا عاديه تمشي الحال انزين، بس خلينا نستعرض معاكم موضوع الاف ام والاشياء. ما هو واضح قدامنا، هذا هو زر الاف ام، مجرد تضغط عليه. الله 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 ما شاء الله. تقول شال معاك سبيكر، على فكره مش مطول على الاخير. ها شفت بتطول تضغط، شوف الحين مطول على الاخير.